ولكننا وفق ظروف عصرنا الذي يقوم على إعلاء شأن الدولة واحترام الدولة والإيمان بمشروعية الدولة الوطنية، أصبحنا في حاجة ملحة أن نعيد قراءة النصوص في إطار فهم الدولة. فعلى سبيل المثال، عندما كان الناس يتحدثون ومعظم كتب الوعظ أو كل من كتب عن حق الجوار كان يتحدث عن الجار بمفهومه الفردي، وشاع على لسان العامة الوصية إلى سابع جار، ونسي الناس أن حق الجوار الدولي أعظم حرمة من حق الأفراد أيضا لما يترتب على ذلك من مشكلات. فكما أن الإنسان الكريم العظيم لا يعتدي على جاره ولا يسمح أن يعتدى على بيت جاره من بيته، فالدول المحترمة هي التي لا تعتدي على جيرانها ولا تسمح بأن تتخذ حدودها وسيلة لإيذاء الدول المجاورة. فكما نرسخ حق الجوار في الإسلام بين الأفراد، علينا أيضا أن نرسخ حق الجوار بين الدول. في مفاهيم الاستئذان، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، معظم من كتبوا من الفقهاء والعلماء والدعاة كتبوا عن آداب الاستئذان وكيف ألا تقف عند فتحة الباب وأن تأتي من جانبه، وتحدثوا عن بيت الشخص. وهنا نؤكد أيضا أن حرمة الدول لا تقل شأنا عن حرمة البيوت، وكما لا يجوز أن تدخل بيت أحد بدون إذنه، لا يجوز أن تدخل أي دولة دون الإذن القانوني المعتبر لسلطتها القانونية التي تمنح تأشيرات الدخول أو إذن الدخول. وعندما تحدث الناس عن عهد الأمان أيضا تحدثوا عنه بصورات فردية، وهنا نقول إن تأشيرة الدخول كما أنها أمان لك على مالك وعرضك ونفسك في الدولة التي تدخلها، فإنها أمان عليك أن تحترم قوانين وقواعد الدولة التي تدخلها. الناس تحدثوا عن الصدق والإنسان الصادق وإن الصدق يهدي إلى البر وعن أهمية الصدق، لكننا نسوا أيضا أن الصدق كما يطلب على مستوى الأفراد يطلب على مستوى الدول، والدول الصادقة هي التي تفي بعهودها والتزاماتها ومواثيقها ومعاهداتها الدولية، لا تلك التي تراوغ مراوغة الأفراد. إذن فنحن في حاجة إلى قراءة جديدة لفهم النص في ضوء فقه بناء الدول واحترام سيادة الدول.